المجلس العسكري هو اللي عمال يعقد الامور اكثر واكثر. الميدان وثوار مصر كلهم كان لهم مطلب محدد، هو نقل صلاحيات المجلس العسكري لحكومه انقاذ وطني يكون رئيسها ثوري يستطيع فهم الروح الثوريه اللي طلعت يوم 25 يناير لغايه يوم 19 نوفمبر. هو ما عملش كده، وهو اللي بيعقد الامور، والناس دي مصره انها تفضل، وانا بايد انها تفضل قدام مجلس الوزراء حتى يمتثل المجلس العسكري لمطالب ثوره 25 يناير. طب انت شايف ايه البديل يا استاذ كامل؟ لا بدائل غير الامتثال المجلس العسكري لمطالب الناس. شكرا.